سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله اليوم شوفوا واش انا حنديروا. حنديروا ورق تاع الديول. وي انا صح روطار، انا روطار شويه، ما درتش الوصفه بصح ان شاء الله حنديروها مع بعض تشوفوا ناجحه 100%. انا ما نقولكمش خير من تاع السنيوه، صح تاع السنيوه هما الهايلين وبسميت مي هادو هايلين تاني ويجوكم قرمشين. والديول راهو غالي شويه، مالا نتوما ديروه في الدار، ندير بها انا سيجار البوراك كل حاجه نديرو بها. شوفوا شحال يجيكم هايل، هاوليك ومقرمش بزاف هايل. ان شاء الله راني حنبدا الوصفه مع ماما. واش لازم لنا؟ لازم لنا كاس تاع فارينه، هذاك الملح شويه ملح، كاس تاع فارينه، ونفس هاد الكاسمه هذا واش كاين، الملح وزوج مغارف زيت. زوج مغارف زيت هاي ديك دارت الملح بيان سور. وحد ديروا كاس تاع فارينه، بصح كاينه حاجه الفارينه لازم تكون من نوعيه جيده. انا نستعمل ماما، نعاود لكم ونكرر لكم، اذا كانت الفارينه ماشي مليحه ماينتش ما يجوكمش، يبداو يتقطعوا ومن بعد السبه ماشي معناتها من داك يمدوا لكم لي غوسات. شوفوا الفارينه، ها كاس فارينه قدامكم الدير، وهاوليك نفس الكاسمه. ما تسحقوني باتورنيهم يحزنون بالفوي ولا بالفرشيطه حتخلطوا. هاي ديك هذا الخليط حتخلطوا ومن بعد تخلوه يريح 5 دقائق. وشنو كاين باش نطيبو؟ كاين سر في حاجه، حنطيبو بالبونجا. تاخذوا كاش بونجا تكون نقيه وحنبداو نخدمو بها ماشي بالبانسو. كي تنوض الصباح شمخو حب يريح، تخلوه يريح شويه. انا ما نقولكمش حنا بروفيسيونيل في الديول ولا نورمال، ماما تعرف تخدم تاع سنيوه. وشنو تاع سنيوه برك يشد شويه الوقت، لازم له الخاطر تاني. هذا تاع تمتم، تمتم ديروه لي حبه شي سيه سيه هاي ما يشدش الوقت. تخلوه يريح 10 ربع ساعه، الا كنتو ماشي مزروبين تخلوه نص ساعه، واللي يكون كاع مزروب 10 دقائق ويبدا يطيب. يجو كيما لاباط تاع لي كخاب هاي ديك. خلاص هكذا حنخلوه يريح ومن بعد واحد نخلوه واحد ربع ساعه ونبداو نطيبو. ودركاها وبعد ما ريح درناه غير في حاجه صغيره باش نبداو نطيبو باش ما تعذبناش شويه. نجيبو المقله هذه تاع الكريبيا، هذه الكريبيا تاع لي كخاب هاي ديك، تكون مليحه حاجه ثقيله. حنا ما تلصقناش هذه، حساس الناس ناي. سخنوها باش نفهمكم، ديروها تسخن فوق النار، تسخن شويه. كي تسخن تنحوها من فوق النار وتبداو بهذيك البونجا هاي. هاي ديك شغل راكو تمسحو، راكو تشوفو كيف يدير ماما. ساهلين ساهلين، غير مرة زوج يدكم تمشي فيهم تولي بروفيسيونيل فيهم. خلاص وتردوهم فوق النار، النار باش نقولكم عليها هاي ديك زايده. وشنو هذا صغير ماشي كبير، ما ديروهاش قليله تلصق لكم، لازم تكون وتسناوهم ينشفوا كامل باش نحوهم. والنتيجه هايله بزاف. ديجا انا درتهم خطام على سوق، كنت انا دائما نديرهم ما نشريش. نبقاو لكم هكذا بلايص هذوك لي لي شغل تشوفوهم شويه ترونسبارون، سقموهم نورمال هكذا. مازال نصبروا عليهم ما تقلقوش، شوفوهم بداو ينشفوا بدا يبيضوا. وها ها هي، شوفوا كيف يجوكم ناجحين 100%، ما فيهم حتى حاجة صعيبة. تعاود واحدة أخرى معاكم. وشنو نعاودو نعطيكم ناس دارت شوية زيت ماما باش تحاد لي صفصف في ديك الحرشة ديروها ها حرشة مع الحرشة. إيه دركا وشنو ها سخنوا شوية المقلة، نحوها من فوق النار. ها سهلة، بونجا قاعد تكون عندكم، كنت برك نقيه. شمخوها من قبل البونجا اذا كانت يابسه من نوع اليابس، شمخوها في الماء وعصروها ومن بعد بداو تخدموا بها باش تسهل لكم الخدمه. ها اسهل منهم ما كاش، حنا ما نكذبش عليكم اللي دخلهم دام ما شليناش كامل ديول. نوض ماما الصباح تخدمهم ومع الحشيه نخدموا بهم البوراك تاع
حبوا في الليل ديروهم في الليل تخلوهم كي تكونوا مريحين. نبيعهم في التين قاسين برا. ايه كل واحد كيف يبيعهم وما صح كاين اللي يبيعهم مليح وكاين اللي يبيعهم قدام. عمليت ديروا الكوش الاول زيدوا الدوزيام. ايه ما تخافوش هكا. خلاص نسمعوا على برا عنا. نحوها عنا. وبرك الاخرى ديالكم تكون ما تلصقش كيما احنا تاعنا ما تلصقش كي بيير هادي. هاك كيفاش دير وتحطوها تصبروا عليها برك تنشف دقيقه شوفوا كيفاش اي بدات دوك تنشف تكون بيضه من الاول وبعد تبدا شغل تشوفوها بدات شغل تنشف بدات تبيض اي بدات تبيض في الاطراف ديروا هكا كي تسيبوا حاجه ها ما تلصقش ها هايديك اوك هاكو تنحوها هايديك هاكو نديرها تسخن نزيدكم وحده باش تاكدوا باللي ناجحين ومانيش كاع محبسه الفيديو نحوها فوق النار جينا بعيد عليك ايه دنيا قدامك ما تزربوا ما والو راح نصبغوا هيا تعلموا الصبيغه خلا كي تصبغي ايه ها دوروا كامل على المقله ديالكم ما تقلقوش كاع ما تقلقوش كاع رواحكم هاي تعاود في الدوزيام كوش تبلق ها هكذا تحطوها فوق النار تنشف هذا مكان عمليك ها ديروا شويه زيت هكا ها باش تشوفوا دوك يطراوا هاي التحتانيه ها ما يلصقوا ما ما يلصقوا ما والو دوك حنا نكملوا كامل نطيبوهم ومن بعد نديروا البوراك مع بعض نشوفوا باش نديروا ان شاء الله هيا دركا نبداو نديروا في البوراك ديالنا شوفوا دوك الديول الله الله شوفوا كيف يجوكم والله غير هايلين لازم تسيوهم وتبداو ديروا العقده فيها كلش فيها فرماج فيها كل حاجه هذه تاع المعدنوس شوفوا كاين لنا المعدنوس كاين لا لا هكذا وكملوا بهالطريقه كامل كي تكملوهم بعدا نقلوه ونوريكم كيفاش تكون ثابته شوفوا كيفاش جاو ايه جاو ترونسبارون ها كيفاش جاو نتاع برا هايلين نحجوا بقيه في الدار خير ومن بعدا نقلوهم كي يولي قريب يعدل ايه طول شويه اي توري هنايا دوك انا حنبدا نقلو البوراك هنا انا درت زبده وزيت ما درتش زيت وحدها ها هو البوراك ديالنا ونبداو نحطو فيه هكا الزبدة هادي تعطيلو تحرق تعطيلو بنة يولي شغل بنين بنين على الزيت وحدها متكتروش الزيت دوك نخلو هكذا ملي داك تقلبوه هاكو تعرفو القنية تاع البوراك شنو الزبدة حتمدلو بنة برك على الزيت وحدها تجي بزاف مقرمش هاد البوراك تقدرو حتى تخبوه ديروه في سربيتة تكون شوية مدية وغطوه في ساشي باش ما يلبسش وخبوه في الفريجيدا غدا من داك تزيدو ديرو ايبا هاوليك كيفاش يجيكم هاد البوراك كيجي بزاف هايل هاهو مقرمش هاما قسمي حبة راهو سخون هاوليك قسمي هادي هايليك هاوليك يجيكم بزاف هايل ان شاء الله تسيوه شوفو مقرمش وصحة فطوركم باي باي